نبتدي بأول حاجة في البرنامج بتاعنا. أول حاجة لازانيا سيفود، شرايح لازانيا نص كيلو سيفود مشكل، بصل مفروم، ثوم مفروم، شبت مفروم، زيت، هنعمل كمان البشاميل، الدقيق واللبن اوعوا تنسوه والزبدة معاه، ملح وفلفل اسود، لتر حليب، 2 معلقة دقيق، معلقتين زبدة. تعالوا نستعرض المكونات مع بعض ونشوف هنعملها ازاي. بنجيب بكل بساطة حاجة نحط فيها الحاجة بتاعتنا، اللازانيا من الاكلات الحلوه قوي، الاكلات اللي موجوده في ايطاليا، بس احنا هنضيف عليها النهارده الشبت وفيها نكهات كتير مختلفه وامزقه جديده علينا، هنقدمها بشكل مصري وبشكل حلو قوي. نبتدي بحته الزبده الصغيره دي زي ما احنا متعودين في صوص البشاميل. بناخد اول حاجه نعملها البشاميل ومعاه شويه الدقيق. صوص البشاميل من الصوصات الحلوه قوي، بس احنا النهارده هنضيف مع الصوص نفسه الشبت. مهم قوي ان القوام بتاع البشاميل نفسه يكون خفيف، لان احنا هنعمل اللازانيا مش مسلوقه، هنعملها بنفس ما هي موجوده في العلبه بتاعتها. زي ما حضراتكم شايفين اول ما احس ريحه الدقيق نفسها استوت، مثالي كده البشاميل بتاعي او الرو بتاعي خلص. هنحط شويه اللبن بتوعنا، هنخليها تغلي شويه. طيب هنعمل ايه مع السيفود؟ السيفود زي ما حضراتكم شايفين شويه زيت صغيرين في الطاسه، مش عايزها تبقى اويلي او تبقى فيها زيت كتير علشان ما تبقاش تقيله في رمضان وكل سنه وانتم طيبين. هناخد شويه البصل دول، محتاجه بصل كتير. النهارده اليوم بتاعنا مليان اكل كتير بس كله سيفود. هنقلب كمان البشاميل بتاعنا، هستمر في التقليب. مهم قوي ان انا لو انا هستخدم حله زي كده تكون تيفال او فيها طبقه التفلون دي، بستخدم المضرب زي ما حضراتكم شايفين يكون سيليكون ما يكونش حديد علشان ما يجرحش عندي التفلون او الطبقه العازله بتاعه التيفال. البصل بتاعي او يا دوب انا عايز البصل بس يا دوب يستوي ما يتحمرش، فهبتدي اخد السيفود بتاعي، شويه سيفود، شويه سيفود، جمبري مع صوابع كابوريا، قطع سمك زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. مهم قوي ان انا اصفيه من الميه كمان. تعالوا نحط كمان التوابل بتاعتنا، الملح والفلفل، شويه فلفل اسود صغيرين، انا بحبها سبايسي فبحط شويه فلفل احمر زي ما حضراتكم شايفين كده. انا جوعت وانتوا عارفين طبعا ان احنا الدنيا لسه صيام. شويه بقى كمون للنكهه المصري بتاعتنا، الطعم المصري. نبتدي اقلب كده، اول ما احس ان قوام الصوص البشاميل نفسه بدا يتقل فهبتدي احط له شويه الشبت دول. بشاميل بطعم الشبت. ريحه السفود بتاعتي بدات تطلع اهي. يمكن
قليل جدا ان احنا بنقدم سمك في رمضان، بس احنا النهارده هنقدمه بطريقه خفيفه جدا وفي نفس الوقت طريقه لايت هتناسب كل يعني كل الناس. حط شويه الثوم دول في التوقيت ده، خلينا نشيل دول كمان. اللازانيا والبسطات والحاجات اللي هي فيها معجنات من الاكلات اللي هي مشهور بيها ايطاليا، احنا بنقدمها بشكل مصري بسيط جدا وفي نفس الوقت زي المكرونه البشاميل وزي زي المكرونه النجريسكو كمان، فيها حاجات وفيها ثقافات مختلفه لكن في الاخر في النهايه كلها بتتقدم بطريقه واحده. السي فود بتاعي بدا يستوي، تعالوا كمان نقلب كمان دي تقلبتين كده ثلاثه. البشاميل اللي بقى ريحته حلوه قوي مع الشبت. تعالوا نحضر البايركس بتاعتنا او الحاجه اللي احنا هنغرف فيها. نشيل دول كمان مش محتاجينهم. محتاج شوية شبت صغيرين، كان نفسي أدوقه بس الدنيا صيام. ممكن نحط أنواع كتير مختلفة من السفود، زي مثلا ممكن نحط نوع واحد بس جمبري مثلا على سبيل المثال، مش شرط إن احنا الكمية دي نحطها. أنا البشاميل بتاعي بدأ يتقل أهو كمان بقى حلو قوي، هنشوف القوام بتاعه وصل لايه. لا لسه شويه. البشاميل بقى حلو قوي وتقيل جدا، هنجيب كبشة صغيرة، ناخد شوية بشاميل خفاف في الأرضية هنا، وبنبتدي نرص اللازانيا بتاعتنا. اللازانيا بتاعتنا أنا بعتمد إن هي تكون من نوع يكون كويس، وفي نفس الوقت انا مش بسلقها، بخليها زي ما هي، والبشاميل بتاعها بيكون خفيف. وابتدي احط كمان شويه. ليه البشاميل بيكون خفيف مع اللازانيا؟ علشان تبتدي تشرب منه، ويدوب بس اخر شويه هما اللي احنا بنحط فيهم شويه جبنه موزاريلا، ناخد شوية سي فود صغيرين. ونرص كمان هنا بالشكل ده. البشاميل اللي بدأ يتقل اهو، وفي نفس الوقت هيخلي المكرونه بتاعتي او عجينه الباستا بتاعتي طريه وتكمل تسويتها في قلب الفرن. نحط كمان الحته دي كمان مهم قوي ان احنا نحطها عشان نظبط بيها المساحات الفاضيه اللي موجوده عندنا.
باقي السفود بتاعنا. لو لقيت ان الحتة دي فاضية لما باجي اعمل الطبقة التانية بعمل الحتة اللي بعديها مليانة شوية علشان يبقى فيه توازن وفي نفس الوقت كلها فيها سفود. بحط بقية اللازانيا بتاعتي بالشكل ده. ولو عندي حتت فاضية ببتدي اخد الحتت المتكسرة دي كده. عندي صوص البشاميل الخفيف زي ما وريت لحضراتكم. نحط بقيه البشاميل بتاعنا. هنظبط دي شوية بالشكل ده. دي زي ما حضراتكم شايفين اهي بدأت العجينة نفسها تشرب البشاميل وبدأت تبقى طرية شوية. وعلى بال ما درجة حرارة البايركس ده يوصل لدرجة مناسبة هتلاقي ده كله سقط والبشاميل كله طلع وعمل جريتان من فوق او شكل متحمر للوش. نمسح الحرف بتاعها. ندخل دي الفرن ونقدر نطلع فاصل. يلا هندخل دي الفرن. تعالى